لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. مهم لان لو الورق بتاعه مش كويس مستحيل يبقى في مشروع كويس من غير ورق كويس، مستحيل. لو جبت اعظم فنان واعظم مخرج واعظم انتاج لو ما فيش محتوى هيجوا يعملوا ايه يعني؟ شايف ان دير جيست النهارده بيكرموا برضو كتاب وصناع اعمال، شايف ده ازاي النهارده وان الجمهور كمان بيختار ده؟ ده شيء رائع. دير جيست معودانا بقى سنين ان هم يكرموا الفنانين اللي بيجيدوا سواء في مجال التاليف او التمثيل او الاخراج او الاعلام او غيره، وده شيء مهم جدا ان يكون في جهات محترمه بتقيم الناس اللي بتجيد. فانا سعيد ببارك لهم والف مبروك ليهم. اصل انا يعني لما يحصل خلاف بيني وبين حد في وسط شغله وكده، لما يحدث ما حدث للاخت العزيزه ياسمين عبد العزيز، انا ما اقدرش افكر. انا لما ياسمين تعبت انا نسيت كل حاجه، انا ما بقتش فاكر غير ياسمين صديقتي اللي بينا عيش وملح وبينا جلسات مطوله وشغل ونجاح وكذا، وهو ده اللي كان في ذهني. ما افتكرتش ولا لحظه من لحظات الخلاف، كل اللي بقى في دماغي ان انا عايز ياسمين تخف، هو ده اللي كان يشغلني. الخلاف اسمر عن انك مشيت كلامك 100% ولا حصل تعديل بجزء او بعض؟ لا انا مش عايز اتكلم خلاص في الموضوع ده، لان انا الموضوع ده بالنسبه لي انتهى، ولو كنت عايز اتكلم فيه كنت اتكلمت فيه بشكل موسع وقتها. انما اي عمل في الدنيا ممكن يحدث خلاف ما بين الشركاء اللي فيه، حدث الخلاف في خسائر، طبعا. في ناس انتهوا من حياتي يعني. اخر حاجه عن الموضوع ده، وقت الخلاف كان احمد العوضي يعني اصلا، يعني انا عايز اقول ان الخلاف الرئيسي مش مع ياسمين اصلا يعني. بالمناسبه يعني احمد ولا مع احمد الخلاف ده اثر على علاقتك انت احمد؟ بص يعني. اللي حصل مع ياسمين حقيقي خلاني انا خلاص ما اقدرش افكر في حاجه زي كده، ما اقدرش افكر في خلافات وازمات. كل اللي كنت بفكر فيه بمنتهى الامانه ان يا رب ياسمين ترجع لاولادها ولبيتها ولاهلها. ده لسه ابن حضرتك.